بنك قطر للتنمية اليوم كان له دور في منتدى قطر الاقتصادي، أولا كداعم، كذلك تعريف في مجال الصناعة في دولة قطر، والتركيز على تطبيقات التكنولوجيا في القطاع الصناعي، وما يعمله كذلك بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وكذلك عدد من الشركاء المحليين في مسألة رفع استخدام التطبيقات التكنولوجية الخاصة بهذا القطاع، من تأهيلهم من خلال التوجيه والتدريب والإرشاد والتمويل. كذلك شهدنا في منتدى قطر الاقتصادي معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أعلن عن حزمة من المحفزات قيمة 9 مليار ريال قطري، وذلك لتوجيهها إلى تطبيق التكنولوجيا واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي خاصة للقطاع الخاص، وإن شاء الله أن الشركات الصغيرة المتوسطة راح تكون من ضمن هذه الفئة المستهدفة. كذلك شفنا استضافة قمة الويب الناجحة بكل معانيها صراحة، وإطلاق عدد من المبادرات الهامة للقطاع الخاص، وشهدنا كذلك إطلاق برنامج ابدأ من قطر، وشهدنا كثير من الإجراءات والحوافز اللي تساعد على تسريع وتيرة نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة المتوسطة، والأهم من ذلك فتح بيئة الأعمال لاستقطاب والإبقاء على المواهب اللي نحتاجها كذلك في عديد من القطاعات، كما نوهت عليها استراتيجية قطر للتنمية الوطنية الثالثة.